في مصر في السنوات الأخيرة. اختيار الرئيس القبوسي لمصر في أول زيارة رسمية له بعد انتخابه ده بيعكس قوة العلاقات والروابط المصرية القبرصية، ونستطيع أن ننظر إلى هذه العلاقات بين مصر وقبرص سواء في إطار ثنائي يعني بين الدولتين، أو أيضا في إطار ثلاثي يعني العلاقات القوية والمشتركة بين مصر وقبرص واليونان. وخصوصا أن يعني في هذه الزيارة أيضا، ودي نقطة مهمة من وجهة نظري، تم الاتفاق على تدشين منتدى أعمال مشترك بين الجانبين المصري والقبرصي. إذن هذه الزيارة بتأتي في إطار علاقات وروابط وثيقة بين مصر وقبرص. في مثل هذه اللقاءات على مستوى القمة بيتم بحث نوعين من القضايا. النوع الأول هو العلاقات الثنائية بين الدولتين، قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية. النوع الثاني هو القضايا ذات الاهتمام المشترك. بنقصد بالقضايا ذات اللي بنسميها قضايا العلاقات الثنائية كل ما يتعلق بتقوية وتدعيم العلاقات بين الدولتين الصديقتين، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي أو التبادل التجاري، وبما يحقق مصالح الدولتين والشعبين. قضايا ذات الاهتمام المشترك، وهي أيضا قضايا متعددة وبترتبط بالثوابت، لو ننظر إلى الثوابت المصرية في هذا الشأن، وهي ما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، ودي قضية مهمة الحقيقة، والتزام كافة الدول باحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام حقوق السيادة في المياه الإقليمية لكل دول البحر المتوسط، وخصوصا في منطقة شرق البحر المتوسط. طيب دكتور، يعني حضرتك أثناء حديثك وتكلمت عن دبلوماسية القمة وأبرز الملفات التي ستكون مطروحة أو التي كانت مطروحة طبعا في هذه الزيارة، ذكرت نقطتين في الحقيقة محوريتين، نقطة التعاون الثلاثي ونقطة تدشين منتدى أعمال المنتدى الأعمال المشترك بين الجانبين. لو بدأنا بالنقطة المتعلقة بالتعاون الثلاثي، لو تشرح لنا بشكل مبسط يعني أهمية هذه النقطة في هذا التوقيت، الأثار المترتبة على هذه الجهود كيف تكون؟ طبعا التعاون الثلاثي بنقصد به تعاون بين مصر واليونان وقبرص، وأنا عاوز أقول إن هذا التعاون تحول إلى أن يصبح مؤسسة، يعني اكتسب الطابع المؤسسي. الطابع المؤسسي يعني إيه؟ يعني إنه لا ينعقد مرة وينتهي الأمر، وإنما أصبح ينعقد على فترات دورية، مما يعني التنسيق المتبادل والتعاون المشترك بين دول الثلاثة، يعني بين مصر وقبرص، بين مصر واليونان، وبين الدول الثلاثة. وفي هذا الإطار أيضا نستطيع النظر إلى النقطة الثانية اللي بتشير إليها حضرتك، وهي تدشين منتدى التعاون المشترك أو منتدى أعمال مشترك بين الجانبين. ده معناه أنه يمكن أن يتحول هذا التعاون بين مصر وقبرص لكي يتخذ الطابع الاستراتيجي، يعني طابع الاستمرارية، طابع المؤسسية، وأيضا بما ينعكس إيجابا على الدولتين. إذن هي قضايا مهمة الحقيقة، سواء نظرنا إليها من حيث العلاقات الثنائية أو من حيث القضايا ذات الاهتمام المشترك، أو سواء كانت علاقات على المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي. طيب دكتور، بما أنه نتحدث عن العلاقات المصرية القبرصية، ما أبرز المحطات في تاريخ هذه العلاقات التي أدت إلى الطفرة التي شهدناها في السنوات الأخيرة؟ يعني شوفي حضرتك، إحنا نقدر نتكلم عن العلاقات المصرية القبرصية من بعد تاريخي، يعني هي علاقات الحقيقة قوية ووثيقة. وكانت العلاقات قوية ووثيقة منذ فترة زمنية طويلة، وكان للدولتين دور مهم في إطار مجموعة عدم الانحياز في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في مصر، وفي عهد الأسقف ماكاريوس في قبرص. والدولتين الحقيقة كان لهم دور مهم في تحقيق التوازن على في النظام الدولي الذي كان متواجد في تلك الفترة، إذن في إطار مجموعة عدم الانحياز. إذن احنا نقدر نقول هنا أنها علاقات قوية، علاقات راسخة، علاقات لها أبعاد تاريخية مؤثرة، وده يمكن اللي بيكسب يعني في العصر الحديث أو في الآونة الراهنة بيكسبها أيضا طابع القوة
وطابع الاستمرارية، وزي ما بنقول إنها ستتحول إلى علاقات استراتيجية، وخصوصا بعد أن تم الاتفاق على إنشاء منتدى أعمال مشترك بين الجانبين، وبيكسب هذا العلاقات الطابع المؤسسي، يعني طابع الاستمرارية وطابع الذي يمكن أن ينعكس على منافع مشتركة للدولتين. طيب دكتور، يعني النقطة اللي حضرتك ذكرتها أثناء حديثك المتعلقة بأمن شرق المتوسط، ما الآليات التي تستخدمها الدولتان في تحقيق هذا الهدف الذي هو يعني هو الهدف المشترك ربما الأساسي في هذه المرحلة بالنسبة للدولتين؟ طبعا دي أيضا قضية مهمة وتتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط. وأنا عاوز أقول أيضا أن الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط ليس أمر يخص الدولتين فقط، بل هو أمر يهم دول البحر المتوسط، يمكن أن يؤثر أيضا على العالم ككل. إذن هي قضية شديدة الأهمية، سواء نظرنا إليها على مستوى مصر وقبرص، أو نظرنا إليها على مستوى شرق البحر المتوسط أو دول البحر المتوسط بصفة عامة. إذن دي قضية مهمة وبيتم فيها التركيز الحقيقة. يعني حضرتك بتسألي عن الآليات أو الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف، هو يعني الالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، احترام السيادة الإقليمية للدول الأعضاء، وعدم اللجوء إلى فرض الأمر الواقع من جانب أي دولة من الدول، يعني مش مسمى معين، إنما من جانب جميع الدول، احترام قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول في مياهها الإقليمية، وخصوصا دول البحر المتوسط ودول شرق المتوسط. طب دكتور، فيما عدا أمن شرق المتوسط، ما أبرز الملفات التي تكون حاضرة على يعني دعنا نقول أولوية أو أكثر إلحاحا دون الملفات الأخرى فيما يتعلق بأبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين؟ ما أبرز الملفات التي تحتل المراكز الأولى في هذه المرحلة؟ يعني القضايا ذات الاهتمام المشترك بنقصد بها القضايا التي يعني ليست قضايا مصرية بحتة، ليست قضايا قبرصية بحتة، وإنما قضايا بتهم الدولتين، ربما تهم أيضا العالم. يعني لما نيجي نتكلم على سبيل المثال، واحنا بنتكلم عن المنطقة اللي احنا عايشين فيها، المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، من القضايا ذات الاهتمام المشترك هنا اللي احنا بنسميها الملفات الساخنة في المنطقة على سبيل المثال، وبالتالي يتم تبادل الآراء حولها. قضايا تهم العالم ككل أيضا وتهم المنطقة، نتكلم عن قضية الإرهاب على سبيل المثال، نتكلم عن قضية الهجرة غير المشروعة، نتكلم عن التحديات التي تواجه العالم في هذه الأونة. وحضرتك كنت بتسألي في البداية عن التوقيت، التوقيت له دلالة، فالعالم بيواجه الآن عديد من التحديات، سواء كانت هذه التحديات على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، وده بيتطلب الحقيقة تنسيق الجهود بين الدول المختلفة، سواء في إطار علاقات ثنائية أو في إطار تجمعات إلى آخره، بهدف زيادة القدرة على مواجهة هذه التحديات وتخطي هذه الصعوبات، واللي الحقيقة بيتعرض لها العالم ككل. إضافة أيضا لنقطة مهمة، وهي التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي وقواعد سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. كل دي قضايا الحقيقة مهمة، ونسميها أيضا قضايا ذات اهتمام مشترك، وخصوصا أن في هذه الزيارة كان في لقاء على مستوى القمة، يعني لقاء ثنائي بين السيد الرئيس وبين الرئيس الكوكروسي، ثم كان في أيضا لقاء موسع بين وفدي الدولتين، وده بيتيح أيضا الفرصة لتناول مثل هذه القضايا المختلفة والمتعددة. طيب دكتور، وحضرتك يعني أستاذ علوم سياسية، وطبعا الاقتصاد والسياسة يعني وجهان لعملة واحدة، ما أبرز أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين التي تسهم في مزيد من الزخم في هذه العلاقات التي نشهدها؟ طبعا يعني خلينا نقول أن العامل الاقتصادي عامل حاضر وعامل مؤثر في العلاقة بين أي دولتين، ودايما بيتقال أن السياسة الخارجية الناجحة تكون ناجحة بقدر ما تضمن ما يعني تنطوي عليه من مزايا للدولتين،
مزايا هنا ايضا بنقصد بها المزايا الاقتصاديه. ممكن نتكلم على سبيل المثال عن التعاون الاقتصادي، عن التبادل التجاري، عن السياحه، عن تعاون مشترك في مشروعات مشتركه. كل دي قضايا مهمه من الناحيه الاقتصاديه، ربما السياحه ايضا لها تاثير، الاستثمارات، كل دي تعاون تكنولوجي، كل دي قضايا مهمه من الناحيه الاقتصاديه وتنعكس ايجابا على الدولتين وعلى الشعبين. اذا دكتور اكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسيه، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من معلومات.